السلام عليكم طلاب الصف السادس الأدبي. درسنا لهذا اليوم موضوع الغاية، أسئلة الثوابت والرموز. البداية البسيطة في هذا الموضوع هو وجود رمز واحد في السؤال والدالة من نوع أو غاية مفردة. بعدين ننتقل إلى الدوال الشطرية أو الثنائية، وهناك وجود أكثر من رمز. في المجموعة الأولى لاحظ إذا كانت غاية هذا المقدار المكون من بسط ومقام يساوي 2 أي زائد 3، جد قيمة أي الأكس تقترب من الواحد. لاحظ المقام أول مرة، 1 زائد 2 يساوي 3، إذن المقدار معرف. في هذه الحالة نوزع الغاية مباشرة، لأن المقدار اللي في المقام لا يساوي صفرا. الحل راح يكون بالشكل التالي، الحل سؤال أوزع الغاية للبسط وللمقام، خط الكسر لمت الأكس تقترب من العدد 1، الأكس تقترب من العدد 1 في البسط، المقدار اللي هو أكس تربيع زائدا 3 أكس زائدا 1، في المقام الأكس زائدا 2، الناتج اللي موجود يساوي لنا 2 أي زائدا 3. وزعت الغاية بهذا الشكل للبسط وللمقام، توزيعية واحدة تكفي. ثم بعدها عمليات التعويض، حصل لنا الناتج 1 تربيع زائدا 3 في 1 زائدا 1 على 1 زائدا 2، هذا المقدار، الناتج يساوي لنا 2 أي زائدا 3. العملية اللي طبقتها هي توزيعية الغاية، قواعد الموضوع هذا في مثال واحد بسيط نشير إلها. توزيعية الغاية، لاحظ، ثم عملية التعويض، ثم عملية التبسيط. إذن الخطوات الرئيسية تشترك بها كل الغايات. أحصل على اللي في هذا المقدار 1 زائدا 3 زائدا 1 على 3، 1 تربيع 3 في 1 زائد يساوي الناتج 2 أي زائدا 3. البسط سردنا 5 على 3، 1 زائد 3 زائد بهذا الشكل، الناتج يساوي لنا 2 أي زائد. خواص التناسب، حاصل ضرب الطرفين يساوي لنا حاصل ضرب الوسطين. خواص التناسب، لاحظ بهذا الشكل راح الناتج سردنا 5 تساوي 3 في 2 أي 6 أي، 3 في 3 9 بهذا الترتيب. بعد نجعل الأعداد في طرف والمتغيرات في طرف آخر، أنقل العدد 9 للطرف الثاني، 5 ناقص 9 يساوي لنا 6 أي، 5 يروح 9 سردنا سالب 4، الإشارة للأكبر نطرح الصغير من الكبير يساوي لنا 6 أي. نقسم على معامل الأي، راح الأي يساوي لنا سالب 4 على 6، اختصار بين البسط والمقام، راح الأي تساوي لنا سالب 2 على 3. الناتج هو ينتمي للأعداد الحقيقية، سواء كان العدد موجب، سالب، كسر، جذر، الكل ينتمون للأعداد الحقيقية بهذا الشكل. هذه الفكرة الأولى في هذا المثال المبسط. مثال آخر، الحالة الثانية. في الحالة الثانية لاحظ المقدار غاية، إذ ما إكس تقترب من 2، إكس تربيع ناقصا 9 على الإكس تربيع ناقصا 5 إكس زائدا 6 يساوي لنا 3 أي زائدا 3. في هذا المقدار إذا عوضنا عن في المقام بمقدار 2 عن كل اكس، راح يصير 2 تربيع 4، 4 زائد 6 10، 5 في 2 ايضا 10، يصير المقام يساوي صفرا. نلجا الى عمليات التحليل. اذا الخطوه الثانيه في هذا الموضوع هو انه صار عندنا، ما يصير نكتب يساوي بالبدايه، لان هاي مثل عندنا معادلات، صار عندنا ليميت الاكس تقترب من العدد 2، خط الكسر الفرق بين مربعين للبسط، سردنا اكس زائدا 3 اكس ناقصا 3
في المقام التحليل بالتجربة، لأن الستة ليست مربعة حتى ما تحقق المربع الكامل، راح يصير عندنا اكس باكس، الستة جاية من ثلاثة في اثنين. إشارة الحد الثالث موجبة، إذن إشارات تكون متماثلة في الأقواس، الإشارتين سالبتين بهذا الشكل بهذا الترتيب. لاحظ الناتج يساوي لنا 3i زائدا 3 بهذا الشكل. بعد العملية راح تكون بالشكل التالي، الناتج صار limit سالتنا الاكس زائدا 3 عندما الاكس تقترب من 2 في المقام اكس ناقصا 2، الناتج يساوي لنا 3i زائدا 3. هذا المثال بهذا الترتيب، لاحظ بهذا الشكل. الطالب يفكر هنا، الملاحظة الأولى، إذا وزعنا الغاية، إذا وزعنا الغاية وكتبنا الناتج هنا 2 ناقص 2 شو يصير عندنا الناتج؟ 0. راح تلغي هاي العملية الرياضية لأن حاصل ضرب. بنستخدم خواص التناسب، لاحظ بهذا الشكل. عندما نستخدم خواص التناسب لهذا المقدار راح حرف الاي يختفي من السؤال، فيصير عندنا ما به فائده هذا المثال. زين صحيح موجود بهذا الشكل. هذه الاخطاء المطبعيه اللي موجوده في بعض الامثله، من خلال الحل الطالب ان يراعيها يطبق عليها القواعد الصحيحه راح يكتشف وجود اخطاء في هذا النوع من الامثله. نرجع للمثال، عندنا العدد 6 اذا كانت اشارته موجبه، لاحظ بهذا الشكل، صرنا 2 تربيع 4، 4 زائد 6 10، 5 في 2 بالنسبة للإشارة سالبة 10 يروح 10 0. فمن البداية هنا العملية تكون غير متحققة، والطالب بدأ يطبق القواعد على هذا المثال على اعتبار أن البسط لا يؤثر. أثناء عمليات التبسيط وتوزيعية الغاية والاختصار أتحقق أن الناتج هنا ما تحقق عملية التحقيق بهذا السؤال. حذفنا العدد الموجب بهذا الشكل، بقى عندنا الناتج. إذا الطالب يريد يطبق عليه الخاصية على اعتبار هذه القواعد صحيحة وتطبق على كل الأمثلة مثل ما ذكرنا، توزيعية الغاية، التعويض، التبسيط، خواص التناسب، راح يصير المقدار كمية في صفر صفر، تختفي الحرف أي من السؤال. ما هو البديل لهذا السؤال مثلا طالب؟ هل هناك فكرة أخرى في هذا الموضوع مثلا غير توزيعية الغاية؟ الجواب لا يتحقق الجواب نهائيا. فما هي الطريقة البديلة؟ الخطأ المطبعي اللي موجود في هذا السؤال أن العدد هنا تقترب من سالب 2، تكون العملية صحيحة سالب 2 ولا نحتاج إلى عمليات التحليل. الطالب راح يطبق بهذا الترتيب، أعيدها مرة ثانية، يصير سالب 2 تربيع 4، يصير عندنا 4 زائد 6 10. هنا إذا كانت الإشارة سالبة، لاحظ وعندنا هنا 5 في سالب يصير 10 زائد 10 20، فلا نحتاج إلى عمليات التحليل، راح يصير الناتج هنا بهذا الترتيب. الطالب عليه أن لا يخطئ القواعد على حساب المثال بهذا الشكل. المقدار هو اكس تربيع ناقصا 9 على اكس تربيع ناقصا 5 اكس زائدا 6 يساوي لنا الناتج 3 اي زائدا 3. عيد من البداية، اذا الطالب يختبر المقام راح يصير عندنا هنا الناتج 4، سالب في السالب موجب، اثنا سالب في السالب موجب، لاحظ ايضا مره ثانيه، فما صار عندنا المقام يساوي صفر، معناه توزيعيه مباشره لهذا المقدار. سالنا ليميت عندما الاكس تربيع ناقصا 9 في المقام اكس تقترب من سالب 2 للمقدار اللي هو اكس تربيع ناقصا 5 اكس زائدا 6، الناتج يساوي 3i زائدا 3 بهذا الشكل.
بعد توزيعية الغاية تعويض مباشر. خط الكسر سردنا سالب 2 تربيع ناقصا 9. في المقام سردنا سالب 2 تربيع ناقصا 5 في سالب 2 زائدا 6. الناتج اللي حصل عليه هو 3 أي زائدا 3. في البسط 4 ناقصا 9 نسردنا 4 أيضا زائدا 5 في 2 10 ضرب الإشارات زائدا 6. الناتج يساوي لنا 3 أي زائدا 3. نبسط الناتج 4 ناقصا 9 الإشارة للكبير 9 روح 4 5 6 و 4 10 و 10 20. الناتج يساوي لنا 3 أي زائدا 3. اختصار بين البسط والمقام سردنا سالب 1 على 20 مع 5 بها 4. الناتج يساوي لنا 3 أي زائدا 3. بعد خواص التناسب هسه صحيحة بهذا الشكل سالب 1 يساوي 4 في 3 12 أي 4 في 3 زائدا 12. خاصية الضرب التوزيعية. نجعل الأعداد في طرف والمتغيرات في طرف آخر. سالب 1 سالب 12 نقل للطرف الثاني يساوي 12 أي. حاصل جمع عددين سالبين سالب 13 الناتج يساوي لنا 12 أي. بالقسمة على معامل أي الناتج يساوي لنا سالب 13 على 12. ماكو اختصار بين البسط والمقام. يجب الطالب لا يفكر من الناتج يطلع عدد صحيح في كل الأمثلة. تغيير بسيط للسؤال يغير كل الناتج. هذا المثال الأول يمكن نغير هذا الناتج أو نغير هذا العدد يتغير الناتج أيضا. في المثال الثاني أيضا نقدر نغير تغيير بسيط نحصل على ناتج آخر. على الطالب أن يطبق القواعد بالشكل الصحيح من توزيعية الغاية وعمليات التعويض والتبسيط ويراعي المقام أن يكون لا يساوي صفرا. هاي الملاحظة الأولى. اثنين التحليل مرات ما يفيد بالسؤال ما يقدم يؤخر السؤال. ليش؟ لأن السؤال عندنا اختصار بالأخير المقدار اللي نختصره وكان ضمن عمليات التحليل. فالطالب عليه يراعي أن القاعدة تكون صحيحة وليس على حساب التحليل. مثال آخر في هذه المجموعة. المثال الآخر رقم 3 limit خط كسر x تربيع ناقصا اي تربيع على الاكس ناقصا الاي والاكس تقترب من الاي بنفس الوقت. الناتج يساوي لنا 8. في المقام إذا عوضنا عن الحرف X بالحرف أي أي ناقصا أي يساوي صفر إذا لا يجوز التوزيعية مباشرة. إذا نرجع إلى عمليات التحليل لعدم وجود الجذر. يصير عندنا ليميت الإكس تقترب من الأي. في البسط الفرق بين مربعين يصير X زائدا أي X ناقصا أي على المقدار اللي هو X ناقصا أي. الناتج يساوي لنا 8. اختصار بين البسط والمقام حصل من عنده ليميت الاكس تقترب من الاي يصير اكس زائدا الاي يساوي لنا الناتج 8. توزيعية الغاية للمقدار الاول بهذا الشكل ليميت للاكس زائدا ليميت للاي قد ما الاكس تقترب من الاي الاكس تقترب من الاي الناتج يساوي لنا 8. بعدها هنا نعوض عن الحرف اكس راح يصير عندنا اي. هنا الاي هو العدد ثابت فرمز العدد نفسه الناتج يساوي لنا 8. لاحظ القاعده راح يصير الناتج 2 اي يساوي لنا 8 بالقسمه على 2 راح يحصل الاي تساوي لنا 4 او يكتب الطالب يقسم على معامل اي. هذا السؤال موجود ايضا نصا في الوزاري. الفكره الثانيه في هذا الموضوع اولا عند وجود التحليل
عند وجود التحليل نحافظ على وجود الرمز. اثنين، عند وجود التحليل في هذا السؤال إذا تحقق السؤال بقعة المثال مثلا المقدار بقعة عمليات التحليل والاختصار المقدار بقى يساوي صفرا، فالحالة يكون السؤال خاطئ في الأصل. على الطالب أن لا يخطئ قواعد الرياضيات للحصول على ناتج معين أو اختفاء الرموز في نفس الوقت. أي حالة من هذا النوع في الدوال الكسرية أو تسمى الأعداد النسبية يجب أن يكون المقام لا يساوي صفرا. في حالة إذا وجود الحرف أي في الطرف الثاني في الطرف اليمين، لأن إذا ضرب الناتج في صفر حصل الناتج. الفكرة أساسا أي مقدار على الصفر الناتج هو غير معرف أصلا، فالحالة تكون القاعدة خاطئة. تكون القاعدة شنو من الحالة خاطئة. على الطالب أن يراعي القواعد من البداية بالشكل الصحيح. هذه المجموعة الأولى، أسئلة الثوابت تتضمن رمز واحد موجود في أحد طرفي المعادلة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.